النهارده هنبتدي نعمل حاجات مهمه جدا بالنسبه لدفعه سنه اولى، يمكن اول مره تتعمل، ويمكن الناس لما هيشوفوها هيستغربوا. هنسجل السي في اس كفيديوهات اورال بيني وبين ثلاثه من زمايلكم. هنقسم السي في اس الى اجزاء، الجزء الاول كارديو سايكل وكارديو بروبرتيز والهارت ساوندز والبلس مع زميلكم محمد جمال، وفي جزء تاني هيبقى اي سي جي واوت بوت وريزيرف مع زميل اخر، والجزء الاخير هيبقى بلاد بريشر اند سيركيليشن. ازيك يا محمد؟ هنبتدي النهارده مع بعض. بص، اسئله شفوي باذن الله تكون سهله على الكاردياك بروبرتيز. هسالك اول سؤال، يعني ايه فاست ريسبونس؟ فاست ريسبونس فايبرز دولت عندهم ستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال وريسبوند للستيمولس بفاست اكشن، بفاست اكشن بوتنشال. كلام سليم. طب دول يعتبروا اكشن بوتنشال للفنتريكل ماسل ولا اس ال نود؟ لا، الفنتريكل ماسل. تمام. في الماسل في برضه جزء من جزء من الهيستربنجي برضه بيخش في الفاست. تمام. لو جيت سالتك ايه الفرق بين الفاست وسلو ريسبونس وتمسكها لي واحده واحده من اول الريستنج ميمبرين بوتنشال. ماشي. اول حاجه في الفاست ريسبونس فايبر بيبقى في الريستنج ميمبرين بوتنشال بيبقى ستيبل، بيبقى عنده هاي ماجنتيود اباوت نيجاتيف 90 ميلي فولت، لكن في السلو ريسبونس فايبر بيبقى عنده لو ماجنتيود بيبقى اباوت نيجاتيف 50 ميلي فولت، بس بيبقى ان ستيبل. ماجنتيود معناها ايه؟ ماجنتيود اللي هو الريستنج ميمبرين بوتنشال بيبقى فيه واقف على ايه؟ يعني مثلا في الفاست ريسبونس بيبقى الريستنج ميمبرين بوتنشال اول ما يجي الثريشولد مثلا بيبقى واقف عند نيجاتيف 90. تمام. ماجنتيود اللي هو الارتفاع، الريستنج ماينس 90 واللي فوق بيبقى بلس 30 فيبقى تقريبا 120. صح. والسلو بيبقى الماجنتيود كام؟ بيبقى اباوت من نيجاتيف 50 تحت وبص 10 فوق فبيبقى اباوت 60. تمام. يبقى ده الفرق. قلت لي بيبقى ستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال يا جمال. طيب يعني ايه كلمه ستيبل؟ لو انا عايز اعرفها ستيبل يعني ايه؟ ستيبل اول حاجه التعريف الريستنج ممبرين بوتنشال اللي هو الديفرنس ما بين البوتنشال ما بين اوتورد وانورد. تمام. بيبقى الاستابيليتي ده بسبب البالانس ما بين الانورد بتاع الصوديوم والاوتر بتاع بوتاسيوم، وده بيسببه الصوديوم بوتاسيوم فون. طيب ستيبل معناها مين اكتر، دخول الصوديوم ولا خروج بوتاسيوم؟ ما هو اساسا المفروض خروج بوتاسيوم اكتر، بس بيظبطوا الصوديوم بوتاسيوم بوند. صح، كلامك صح. طب في السلو ريسبونس بيبقى ان ستيبل. ان ستيبل افهم من معناها ان العكس، معناها اللي فيه دخول الصوديوم ودخول الكالسيوم بيعدوا خروج البوتاسيوم. تمام. طيب الصوديوم بيدخل في بدايه الانستي بدايه الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع الاس انود ولا في نهايته؟ لا، في البدايه. تمام. وفي النهايه؟ في النهايه بيخش الكالسيوم. تمام. عن طريق انهي تشانلز؟ الصوديوم بيبقى سبيشال تشانلز غير الفاست فولتج جيتنج صوديوم تشانلز. طب والكالسيوم؟ الكالسيوم بيبقى عن طريق السلو فولتج ترانزيانت تشانلز. الترانزيانت بيبقى رابد شويه، يعني الترانزيانت اللي هي الرابد، السلو بتبقى ال تشانلز. طيب ال تايب دي موجوده في انهي فيز؟ اللي طيب بتبقى موجوده في الفاست ريسبونس، بتبقى موجوده في البلاتو. تمام. والسلو ريسبونس موجوده فين؟ السلو ريسبونس بتبقى موجوده في الاكشن بوتنشال. صح، اللي هي فيز زيرو اللي موجوده اللي هي الطلعه بتاعت الدي بولاريزيشن. كده كلام جميل. طيب كانوا بيسموا الان ستيبل ريستنج ميمبرين بوتنشال في اس ان مود اسم تاني يا محمد؟ بيبقى في اسمين، بري بوتنشال مع دايستوليك دي بولاريزيشن. ليه سموها دايستوليك دي بولاريزيشن؟ دايستوليك دي بولاريزيشن هي الفكره بمنتهى البساطه ان الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع الاس اي نود هو مرحله الفيلنج بتاع الهارت نفسه، فدايما المرحله دي هي الدايستول، لان انت عارف بعد الريستنج في فايرنج ليفل، يعني بعدها يحصل سيستول في النهايه، فاللي قبل الفايرنج دايستول اللي هو دايستوليك دي بولاريزيشن بسبب دخول صوديوم وكالسيوم. كده كلام جميل. عايز اسالك سؤال، فرق واضح قوي في بلاتو فين؟ فاست ولا سلو؟ لا، في الفاست. بالظبط. ليه؟ في الفاست اول حاجه بسبب لان الانورد بتاع الكالسيوم بيحصل بالانس مع الاوتورد بتاع البوتاسيوم، وده بيعمل استابيلتي في الاكشن بوتنشال، بيخلي بوتنشال ديفرنس اباوت زيرو، وده بيمتد من حوالي 200 ل 300 ملي سكند. تمام. وفي سبب تاني برضه مهم يا محمد، ان البلاتو ده معمول للكونتراكشنز، صح؟ وان ده اسمه فاست ريسبونس بتاع الانتريكولار ماسل. البلاتو برضه بيساهم اللي هو يزود الابسولوت ريفراكتور فاريو. تمام. ويمنع التوتنايزيشن بتاعته. برافو عليك. في نقطة أنا عايز أقولها لك أفكرك بيها من الكارديك ماسل زمان، أحسن كونتراكشن للهارد كان فين؟
بدايه البلاتو ولا التلت الاخير منه ولا في النص؟ لا في اللوس سير بتاع البلاتو بيوصل للبيك بتاعه. برافو عليك. لان الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم بيوصل للماكسيمم كونسنتريشن. طيب لو انا عايز اتخلص من الكالسيوم في نهايه البلاتو انا مش عايزه اتخلص منه ازاي؟ بيبقى عن طريق ايه؟ لإلا الصوديوم كالسيوم اكستشينجر ده سيل ميمبرين. تمام. لإلا بندخل بنرجع نعمل اكتف بامبنج للكالسيوم للسيركوبلازم كريبيتور. اسالك سؤالين برافو عليك. اول حاجه عايزين نعمل صوديوم كالسيوم اكستشينجر، قول لي على الدواء اللي انا لو اديته. برافو عليك. هو الديجيتاز. هو الديجيتاز كان بيشتغل ازاي؟ اول حاجه بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب. تمام. فبالتالي هيحصل اكيوميليشن للصوديوم انسايد ذا كارديوك سيلز. برافو. فبالتالي هيعمل تنشيط للصوديوم كالسيوم اكستشينجر بحيث يحصل اكستشينج ما بين الانترا سيلر صوديوم والاكسترا سيلر كالسيوم، فبالتالي هيزود الانترا سيلر كالسيوم وهيبقى ده بوست انوتروبيك افكت فهيزود الكونتراكتيل. بمناسبه الانوتروبيك افكت قول لي على دواء نيجاتيف انوتروبيك. النيجاتيف انوتروبيك بيبقى فيه النيمفاديمين. برافو. اللي هي تمثل ايه يعني؟ انا عارف اسم علمي، تمثل كالسيوم شانل بلوكر كده. كلام جميل. قفلنا الكالسيوم شانل. طيب عايز اسالك سؤال بقى مهم في الحته دي. احنا هنتكلم على الريلاتيف والابسوليوت ريفراكتوري بيريود. عارف الاثنين؟ هو الابسوليوت ريفراكتوري بيريود فاست ريسبونس ممتد من فين لفين؟ بيمتد من بدايه الاكشن بوتنشال لحد بياخد فيز 0 بياخد فيز 1 بياخد فيز 2 بياخد نص فيز 3 يعني بياخد نص فيز 3. تمام. طب وبالنسبه للسلو ريسبونس؟ السلو ريسبونس بيمتد من بدايه الاكشن بوتنشال لحد يعني موست اوف فيز 3 اللي هو التلتين فيز 3. تمام. طب الريلاتيف ريفراكتوري بيريود في الفاست من اول فين لفين؟ من بعد الابسوليوت ريفراكتوري بيريود وبياخد الموست فيز بتاع الفيز 3 والبيجين ممكن ياخد كمان البيجين بتاع الفيز. تمام. طب وبالنسبه للسلو ريسبونس؟ السلو ريسبونس بياخد بعد الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بيمتد بعد بيمتد اخر جزء من فيز 3 وممكن يمتد بعد ما السيل يحصل لها كومبليت ريبولاريزيشن بيمتد وده بيبقى اسمه بوست ريبولاريزيشن. صح. كنت لسه هسالك السؤال ده. ايه ميزه البوست ريبولاريزيشن ريفراكتوريز؟ الميزه بتاعتها الاي في نود دونت تقلاه مثلا من 180 ل 200 امبلس يعدوا من الاتريال للفنتريكل في الاتريال تاكي كارديا. اما في لو في مثلا الريجولار اتريال تاك كارديا ما يعديش الا مثلا من 100 150 عشان يعمل فنتريكل من هاي اتريال ريزم. كلامك صح يا محمد وده يجرنا لسؤال مهم. افهم من كلامك ان الاي في نود بيسموها فولتج ديبندنت ما بتعديش غير من 180 ل 200 او من 200 ل 230 زي ما الكتاب قال. طب بس قالوا على الاي في نود انها تايم ديبندنت. يعني ايه؟ التايم ديبندنت يعني يعني حتى لو السيل يعني لو السيل عدت مثلا الريلاتيف تراكتوري بيريود بتاعتها ما يعني ما بتستجيبش برضه للستيمولس. وعايز ازود حته تايم معناها ان في الفيسيولوجيكال في العادي الاي في نود هياخر نقل الامبلس من الاتريا الى الفنتريكل 0.1 سكند. تمام. تمام. هي 10 ثانيه. هو كان الكتاب قال بالملي سكند دي فيسيولوجيكال ديلي. طب واحنا ليه ما عايزين ناخر نقل الامبلس؟ عشان يسمح للفنتريكل يسمح للاتريا اللي هي تخلص كونتراكشن قبل الفنتريكل بحيث ان الفنتريكل يستقبل الدم في الدايستول من الاتريا من الاتريا. افهم من الكلام ده ان الاتريا اذا ويك بامب. هسالك سؤال مهم في مقدمه الكتاب. طب هو الاتريا في الحاله دي فائدتها الاساسيه ايه؟ فوليوم بامب. بالظبط. فوليوم ريزرفوار ممثل بدليل في الكتاب قالوا فيما بعد ان في نوعين من الاتريا ستراتش ريسبتورز، حاجه اسمها تايب اي وحاجه اسمها تايب بي. صح. طب هقول لك على حاجه ثانيه. الاي في نود بيحمي الفنتركل من الاتريوم. طب ممكن العكس يحمي الاتريوم من الفنتركل؟ ممكن لان هو اساسا بيقلل الشانس بتاعت الريترو جريد كوندكشن اللي هي بتبقى ابطا من الاورثو جريد. يعني ما بيخليش لو في مثلا انتوبيك فوكس في الفنتركل ما بيخلوش يروح للاتريوم. تمام. هسألك سؤال مهم يا محمد. افهم من كلامك ان الاي في نود بتحمينا من الاكتوبيك فوكس. هو قول لي يعني ايه كلمه اكتوبيك بشكل بسيط؟ اكتوبيك يعني لو في مثلا في سيل حصل لها هايبر اكزالتابيلتي مثلا وبتعمل اوفر رايدنج للاس اي نود. صح. يعني ايه اوفر رايدنج؟ يعني مثلا الاس اي نود بيطلع مثلا ب 70 بيت مثلا في المينت. تمام. ده عمل اوفر رايدنج بحيث ان هو البيت بتاعه بقى يعني بقى هو اللي بيسبب الديبولاريزيشن الاس اي نود. وفي سبب تاني ان هو اتغلب عليه. كلامك صح انه يوصل للفايرنج ليفل اسرع.
ودي الفكره اللي خلت الاس اي نود هو البيس ميكر. عايز اسال سؤال بقى هنا، التوبيك فوكس بيأثر على الغلط، ممكن تقول لي في اي حته في الرسمه؟ عارف ان عندنا في 0 1 2 3 يجي فين بالظبط فالهارت يستجيب لي؟ التوبيك فوكس لو جه في بعد الاسيوس ريفراكتوري بيريود، صح، في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي هو بعد 3 فيس 3 او في النص الثاني من فيس 3، صح. طب والهارت استجاب ليه في الفتره دي؟ طب ممكن ازاي نقدر نتغلب عليه؟ نعمل ايه؟ غالب اللي هو ممكن يستجيب قبل كده؟ لان هو حصل اكتوبيك فوكس، انا عايز انسي الهارت الاكتوبيك فوكس اللي سيطر عليه دلوقتي. هنعمل ايه؟ هو في عايزين مثلا نرجع للاس اي نوب مثلا. في مثلا الديفيبريليتور. برافو عليك، الديفيبريليتور. قول لي الديفيبريليتور ايه فكرتها؟ فكرتها مثلا في حاجه اسمها افكتيف ريفراكتور بيريود. تمام، دي من فين لفين؟ دي من بدايه الاب ستروك لحد تلتين الفيس 3 مثلا، يعني حد نيجاتيف 60 لحد 60 ميلي فولت. صح، كانها تمتد 10 ميلي فولت زياده، صح. في الفتره دي انا هحط للعيان كهرباء بين هحط مثلا من 2000 ل 3000 فولت مثلا. هنخلي ده عشان نضمن ان كل الكارديو سيلز هتستجيب للكرنت ده، فهنعمل لوكالايز اكشن بوتنشال في كل الكارديو سيلز. تمام. فبالتالي كله هيبقى فيه فتره ابسيوت ريفراكتوري بيريود يعني جنرال تمتد ل 3 سكند. تمام. دي هتدي فرصه للاس اي نوت اللي هو يستعيد دوره. اللي هو اسالك واسالك سؤال يا محمد، كلامك صح، برافو عليك جدا. في الفتره اللي لسه الاس اي نوت ما اشتغلش فيها نسميها ايه؟ دي ابسيوت ريفراكتور بيريود. هنسميها اسم تاني سيك ساينس سندروم، ان هو الاس اي نوت كانه بعافيه شويه وتعبان، وفي الفتره دي هيحصل له الريكفري ويرجع مره ثانيه. كلام جميل. هسالك سؤال تاني في الحته دي مهمه قوي، هو الدي فايبريليشن مهم لو في اكتوبيك فوكس في الاتريوم ولا في الفنتريكل؟ لا، في الفنتريكل بالظبط. ليه؟ لان في الاتريوم هيبقى الكونتراكشن بتاع الفنتريكل هيبقى طبيعي لانه هيروح عن طريق الهيسبرتنج سيستم العادي. وفي سبب اهم، ان الفنتريكل بيعتمد على 80% من البلد اللي جاي له بالبريشر ديفرنس بينه وبين الاتريوم، فلو الاتريوم فيها فايبريليشن او تعبت مفيش مشكله ان انا عندي 80%. طيب هسالك سؤال، الاي في نود ثلاث اجزاء، مين هم؟ اول حاجه هيبقى الـ AN زون. تمام. بعد كده الـ N زون. تمام. بعد كده الـ NH زون. الـ AN ايه ميزتها؟ AN هي هتبقى الماكسيموم ديلي في الامبلس، مش بسبب اللي هي سلو كوندكشن، لا بسبب اللي هي اللونج باس لينس. تمام. والـ N؟ الـ N هي عندها السلو كوندكشن بتاع الامبلس. تمام. والـ N بتتميز بميزه ثانيه غير انها سلوز. الاكشن بوتنشال بتاعها سلو، يعني تيبيكال سلو ريسبونس. هي تيبيكال سلو، في حاجه ثانيه بيقولوا فيها ديكريمنتال نوت افكتد بالتراك بوكس. تمام. وكمان في حاجه ثانيه ان هي بيبقى فيها ديكريمنتال كوندكشن، يعني الامبلس بتمشي فيها ما تبقاش بروباجيتد قوي، فممكن بعض الامبلس ما تكملش. عشان كده لو الاتري عمل التوبيك فوكس 300 او 350 بيت مش كله بينزل، صح. طيب هسالك سؤال في الكوندكتيفيتي مهم جدا، هو الاس اي نود احنا قلنا انها البيس ميكر وهتبعت للاي في نود والقصه اللي احنا عارفينها. قول لي مين اسرع وصله في الغلط؟ اسرع كوندكتيف سيستم. اسرع كوندكتيف سيستم البيركنج فايبر. صح. تقريبا كام متر في الثانيه؟ من 4 ل 5 متر. صح. طب هسالك سؤالين، هو ازاي البيركنج هو اسرع واحد؟ البيركنج هو اسرع واحد؟ خلي بالك محمد، انا سؤالي ازاي؟ ازاي؟ ولا ليه؟ لا ازاي؟ هو الكتاب بصراحة كان قال لي، هقول لك الفكرة بسرعة، البركنجي سيلز مرتبطة ببعض حاجة اسمها جاب جانكشن، زي الكباري، زي أنا وأنت مرتبطين ببعض بجاب، لو أنا دي بولارايزد بسرعة هبعت لك الإمبولس للسيل التانية والتالتة، فبالتالي السبب إن هو ريتش إن جاب جانكشن. إيه السبب أو الهدف من كده اللي أنت هتقوله؟ السبب اللي هو يعمل سينكرونس كونتراكشن للبوز فنتريكل. تمام، اشغل اكتيفيت الفنتريكل كله كواحده واحده. سؤال، مين اول مكان في الفنتريكل تو بي دي بولارايزد؟ الليفت سايد بتاع الانتر فنتريكولار ريسبتور. تمام، يدي للرايت كده، كلام جميل. طيب في سؤال انا عايز اساله لك في الكونتراكتيفيتي، ايه الفرق بين كونتراكشن وكونتراكتيفيتي؟ كونتراكشن هي الريسبونس للستيمولس بجنريشن فورس اوف كونتراكشن عادي. تمام. اما كونتراكتيفيتي هي الانترنسيك ابيلتي بتاعت الهارت
to generate force of contraction at constant initial limits. تمام. هسألك سؤال، إيه هما الـ intrinsic factors اللي بيأثروا في الـ contractility؟ أول حاجة عندنا الـ preload، عندنا الـ after load، عندنا الـ contractility، عندنا الـ frequency of stimulation أو الـ heart rate. تمام، نبتدي بواحدة واحدة. preload معناها إيه؟ preload هي عبارة يعني بتتمثل بالـ EGV اللي هو الـ end diastolic volume، وهي عبارة عن الـ passive stretch بتاع الـ blood before contraction before response to another impulse. تمام. في ميجور ديترمينانت للفورس اوف كونتراكشن، وبيبقى في ستارلينج لو هنا بيقول للمسل ديفلوب تنشن انكريز از ذا مسل از ذا مسل لينث انيشال لينث انكريزز ويزن ا سيرتن ليمت. تمام. السؤال عايز اساله لك، هو الستارلينج لو ده ابلايد ويطبق على نورمال هارت ولا على هارت فيلير؟ الاثنين. على الاثنين، بس هو غالبيته على النورمال هارت. هو هارت فيلير لسبب لسبب الويزن ليميت. ويزن ليميت معناها ان هيجي وقت على الهارت يتملي كتير والفورس اوف كونتراكشن هتقل، مش هتبقى بنفس القوه. عايز اسالك سؤال ارجعك بالذكريات لورا، احسن فورس اوف كونتراكشن للكاردياك ماسل امتى؟ لما اللينس يبقى كام؟ 2.2 مايكرون. تمام. وال 2.2 مايكرون كان متسمى بكذا اسم؟ كان بيبقى ال هو اوبتيمال لينس او ال ماكس اللي هو الماكسيمال لينس. صح. طب عايز اسالك سؤال، هو الافتر لود نورمالي فينا كلنا؟ بيبقى في ار بي ار لا هو بيبقى في حالات الاورتيك ستينوز بالظبط. يبقى الافتر لود دي حاله باثولوجيكال، ان في طلبه كتيره فاكره ان الافتر لود دي فينا. لا، الاورتيك بريشر في العادي اقل من الفيرتيكال بريشر عشان يسحب منه. لو هو عالي معنى كده ان في مشكله في البامبنج اوف ذا فنتركل. صح، يؤدي الهارت فيلير. طب ازاي نواجه الافتر لود يا محمد؟ نواجه الافتر لود اللي هو مثلا بنعمل بري لود، بنحمل مثلا لو في كارديو مصر اتحملت بالبري لود ممكن تواجه الافتر لود. ازود الفيلنج اكتر، فازود البريشر اللي جوايا اكتر عشان يتغلب على الاورتيك بريشر اكتر. بنسميها الاول يبقى في ايزومتريك كونتراكشن وبعد كده ايزوتونيك كونتراكشن. صح. انت قلت لي جملة جميلة، frequency of stimulation من ضمن الفاكتورز، كان قصدك بيها ايه؟ قصدي مثلا الهارت ريسبوند يعني كل ما الستيمولس بتعلى الفورس اوف كونتراكشن بتعلى، ده بسبب الانتروسايكوبلازميك كالسيوم كونسنتريشن. تمام. يعني لما الهارت ريت بيزيد الانتروسايكوبلازميك كالسيوم كونسنتريشن بيزيد بسبب المور اكشن بوتنشال بروديوس بير مينت. تمام. ودي سميناها اسم الظاهرة دي فورس فريكونسي ريليشن شيب، او ليها اسم ستير كيس فينومين. عارف زي فكره السلم، كل ما يدخل كالسيوم اكتر في الكارديك ماسل فورس اوف كونتراكشن تزيد لغايه ما نوصل للبلاتو. تلاقي حتى في الكتاب معموله زي شورت وبعد كده سلم. تمام. في حاجه مهمه اسمها بوست اكسترا سيستوليك بوتنشيشن، دي كانت ايه؟ بوست دي اللي هي انا كان قصدي بيها ان لو جه اكسترا سيستول او ضربه قبل ميعادها لسه مش مجهز لها كالسيوم كفايه، فلازم نزود التايم اوف الفيلنج بتاع الهارت ونرجع كالسيوم اكتر للساركوبلازميك ريتيكولم عدوا بالبم. فطالما رجعنا كالسيوم اكتر تيجي البيت اللي بعدها العاديه تدخل كالسيوم من بره، هتلاقي في كالسيوم كتير في الساركوبلازميك ريتيكولم، يبقى يسموها كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز، فالضربه اللي بعدها تبقى اقوى. فده اللي معناه. عايز اسالك سؤال، اينوتروبيك ستيت اوف ذا هارت كان بيعتمد على ايه؟ اينوتروبيك ستيت كان في كونتراكتيفي بتعتمد على الكالسيوم كونسنتريشن. تمام. وعلى الهيلثي مايوكارديوم. هسال اخر سؤالين في الحته دي، ايه تاثير السمباثيك والبار سمباثيك على الكونتراكتيف؟ وبالاخص سمباثيك بيعمل ايه؟ اول حاجه السمباثيك بيزود الانتري بتاعت الكالسيوم فروم اي سي اف عن طريق اللي هو بيبقى بروديوس مور اكشن بوتنشال بير يونت تايم. تمام. وعن طريق اللي هو بيعمل اكتيفيشن للسلو فولتج جيتد كالسيوم شانس ال تايب. صح. دورينج ذا بلاتو، بالتالي بيزود الكالسيوم ريليز من الساركوبلازم ريتيكولوم بسبب زياده الكالسيوم من الانتري بتاع الكالسيوم اي سي اف. صح. وبسبب زياده الساركوبلازم كالسيوم ستورز بسبب تاثير السمباثيك على الساركوبلازم كالسيوم اي تي بيز اكتيف. تمام. وفي حاجه ثانيه السمباثيك بيعملها، ان هو على طريق البيتا 1 ريسبتورز الادرينالين والنور ادرينالين، فاكر تمسكه في البيتا 1 في الاوتونوميك العادي
فيزودوا سايت اي ام بي اللي جوه الهارت كسكن ماسنجر، زودوا قوه الكونتراكشن. صح. اسالك سؤال يا محمد، هل السمباثيك يزود الفورس اوف كونتراكشن بس وملوش علاقه؟ لا، ليه علاقه تمام. ريلاكسيشن بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن هو الموست هو اهم حاجه، اهم فيسيولوجيكال فاكتور بيحسن الريلاكسيشن، ودي بتبقى باينه جدا، دي بتبقى باينه جدا في زياده الهارت ريت مثلا. هو عن طريق اللي هو بيعمل اكتيفيشن للسيركوبلازمي كالسيوم انتيبيت اكتيفيتي، فبيحصل مور رابيد كالسيوم اكتيف بامبنج للسيركوبلازمي كالسيوم، فبيزود الريت بتاع الريلاكسيشن. صح يا محمد. سؤال بره الموضوع لو عرفته، معرفش يعني في الكتاب ولا بس كان زمان في النسخه القديمه، هو الاكتيف ريلاكسيشن اوف ذا فنتركل كان ليها اسم علمي؟ الاكتيف ريلاكسيشن يعني لما الفنتركل بيبدا بالاكتيف بالكالسيوم انتيبيت بامب كان ليها اسم علمي، تعرفه؟ اسمها اليوزيتروبي. يعني الاسم ده تعرفه، اليوزيتروبي معناها الاكتف ريلاكسيشن او الدايستوليك بروبرتي. عايز اسال سؤال، ايه هو الفي ماكس؟ الفي ماكس او الفي ماكس دي هي الماكسيمم فورس اوف كونتراكشن. تمام. عند زيرو افتر لود. صح. ماكسيمم فيلوسيتي، اسرع حاجه بقدر اعمل بيها كونتراكشن لما ما يكونش قصادي مقاومه. كده كلام جميل. الكتاب قال حاجه اسمها نيجاتيف افتر لود، دي ممكن الاقيها فين؟ نيجاتيف افتر لود دي ممكن الاقيها في الماسكولار بريشر سايز مثلا. صح، برافو عليك. دي معناها ان ده العادي، انا ما عنديش اورتك بريشر اعلى من الفنتركل بريشر. كده كلام جميل. هنيجي ندخل على الكارديان سايكل واسالك سؤال محدد، سؤال الامتحان اللي بيجي كتير. ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، انت عارفها الفيز الثانيه، ممكن تقول لي التغيرات اللي بتحصل فيها؟ انا هقول لك حاجه وتقول لي تزيد ولا تقل بسرعه. اتريال بريشر، اتريال بريشر بيزيد. ليه؟ بيزيد بسبب البلج بتاع الايفي فالف توردز ذا اتريال كافيتي، فبالتالي الاتريال كافيتي. والبلج بتاع الايفي فالف يبان في الجاجيولا سينس بريشر. سي ويف. برافو. طب اسالك سؤال، ولو سي عليت قوي؟ لو سي عليت قوي بيبقى في تراي كاسبيد انسفشنسي. برافو عليك، كاسبيد انكومبتنس. صح. نيجي نقول طب الفنتركل بريشر اخباره ايه؟ الفنتركل بريشر ساعتها بيعلى جدا، لان الفنتركل بيحصل له كونتراكشن از كلوز كافيتي. عند ضغط كام؟ لو لفت فنتركل، لو لفت فنتركل يعني بيوصل لحد قبل الدايستوليك اورتيك بريشر اللي هو الاي تي. صح، مليمتر ميركري. صح. طيب الفنتركولار فوليوم يا ترى زادت ولا كونستنت؟ كونستنت. يبقى كونستنت. يبقى الدايستوليك فوليوم في الاتريال سكول. تمام. نقول سؤال، اورتيك بريشر اخباره ايه في الحاله دي؟ الاورتيك بريشر بيقل، لان اليونر فالف مقفول، وبالتالي الدم اللي بيروح للبريفري اكتر ومفيش ايجكشن اسهل للاورتيك. الهارت ساوندز اللي تبقى تتسجل هنا، هنا الفيرست هارت ساوند، وليها سببين في الايزومتريك ايزومتريك كونتراكشن. تمام. فالفولار كومبوننت بسبب الفايبريشن بوست باي ذا كلوجر بتاع الاي في فالف، وتاني نقطة بيبقى الماسكولار كومبوننت بسبب الكونتراكشن بتاع البابيلا. هسألك أسئلة سريعة بقى يا محمد، فيرست هارت ساوند هنا مدته قد إيه؟ 0.16 سكند، وبيبقى في مرحلتين، ده والماكسيمم بالظبط كده. وبيبقى هاي بيتش ولا لو بيتش؟ لا بيبقى لو بيتش. والعكس بيبقى في السكند هارت ساوند. طيب سؤال بقى، الاي سي جي يا ترى هنا؟ الاي سي جي هنا بيحصل كيو ويف قبل الفيز دي ب 0.02 سكند، بقيه الكيو ار اس بتحصل خلال الفيز دي. تمام. هسالك سؤال مهم جدا، لو رجعنا تاني للجاجولار فينس بريشر، اخبار الاي ويف كان سببها ايه؟ الاي ويف كان سببها الزياده في الاتريال بريشر نتيجه الاتريال كونتراكشن ديورنج الاتريال سيستول. تمام. والاي ويف لو لقيتها عليت قوي يبقى ده معناها ايه؟ جاينت. جاينت اي ويف. دي بيبقى كومبليت هارت بلوك. تمام. طب الاي سي انترفال بتمثل ايه؟ الاي سي انترفال بتمثل النقل الويف ما بين الاتريا والاتريا والفنتركل. طب لو الاي ويف اختفت افكر في ايه؟ الاي ويف اختفت افكر في اتريا فيبريليشن. تمام. نيجي نسال بقى سؤال مهم جدا في الكاردياك سايكل، البريشر فوليوم لوب، انت عارف ان هو كان بوينتس كتيره، ممكن تقول لي فكره مهمه قوي، الماكسيمم ايجكشن حصل عند كام؟ ماكسيمم كبريشر، كبريشر الماكسيمم ايجكشن في الرابيد ايجكشن فيز الفنتريكولار بريشر هيعلى من 80 ل 120. تمام. بيقولوا في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز كان الفنتريكول بريشر يوصل للزيرو. زيرو دي معناها ايه؟
زيرو معناه اللي هو يبقى اقل من الاتريال بريشر. تمام. فبالتالي الايفي فالف هتفتح وهنخش في الفيز اللي بعدها صح. اللي هي طب هو عايز يقل عن الاتريال بريشر، هيقل ازاي؟ الفنتركل يعمل ايه عشان يقل؟ الفنتركل اول حاجه اساسا في ايزوفيرمتريك ريلاكسيشن بيعمل ريلاكسيشن از كلوز دافي. تمام. فبالتالي التنشن اللي في الوول هيقل جدا. فبالتالي الفنتركلر بريشر هيقل عن الاتريال. صح، وانت كلامك صح محمد، بس انا عايز اضيف كلمه صغيره كومبلاينس. الفنتركل هيوسع بيبقى كومبلاينت جدا. طيب اسالك سؤال مهم جدا في الحته دي، تعرف حاجه اسمها دايستيزس؟ اللي هي في الريديوس فيلينج فيز، بحيث ان البلاد فلو من السنترال فينز عن طريق الاتريال للفنتركل من غير ما يقعد في الاتريال. صح. سؤال تجميعي، الاورتيك بريشر في الكاردياك سايكل للناس اللي بتسمعنا عشان نلم الموضوع بسرعه، الاورتيك بريشر امتى يزيد في الكاردياك سايكل؟ الاورتيك بريشر بيزيد في الرابيد ايجكشن فيز. تمام. بارل الانكريز في الفنتريكولار بريشر من 80 ل 110. ويزيد في فيز ثانيه. بيزيد في الايزوبريمتريك ريلاكسيشن، بيعمل انسيسيون. بالظبط، بيزيد في الايزوبريمتريك ريلاكسيشن حتى كمان في الفيز اللي قبلها كان زايد بروتو دايستوليك، عايز يرجع بالعكس واتبنى بالكلوجر. صح، انت قلت انسيزرا، ايه الفرق بين دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف؟ الدايكروتيك نوتش دي بسبب الفايبريشن اللي بتسببها الكلوجر بتاع السيمليونر فالف او الاورتيك فالف. صح، والويف؟ الويف بسبب الالاستيك ريكويل. بالظبط، الالاستيك ريكويل. الالاستيك ريكويل يا جمال كان ليها اسم تاني في الكتاب وصال علمي. ويند كاسل افكت. هي اسمها فين كاسل اللي هي بالالماني يعني الالاستيستي. صح. في سؤال مهم على البالس، ايه هو الووتر هامر بالس؟ الووتر هامر بالس اللي البالس فوليوم بيبقى عالي جدا، وده بسبب نتيجه الزياده في البالس بريشر. ده بيبقى في الاثيروسكليروزس وبيبقى في الاورتيك انسفشنس. تمام. السيستوليك بيبقى اخباره ايه في الحاله دي؟ السيستوليك بيبقى عالي، عالي جدا، والدايستوليك بيبقى قليل جدا. طب لو انت دكتور وانا جيت لك وعندي اورتيك انكومبتنس، تقدر ازاي تكتشف ان انا عندي اورتيك انكومبتنس عملي؟ تعمل عملي اول حاجه عامل لو انا دلوقتي حطيت لك ايدي كده هتحط ايدك ازاي؟ انا اقول فاكر في العمل كنا بنحط الوتر هامر بالظبط، والصمغ بيبقى من ورا، المفروض بتحط الثلاث صوابع هنا عشان تحس البيت بتبقى سريعه وقويه جدا نتيجه سرعه الدم، مش حاسسها في الريديال ارتي في المكان العادي. طب اسالك سؤال سريع في الحته دي، تعرف حاجه اسمها فالسس الترنانس؟ بالسس الترنانس بيبقى البالسس الترنانس ده بيبقى في بيت قويه بيت ضعيف. بيحصل في اي مرض؟ ده بيبقى في الاسكيمي، في الهارت فيلير بالذات. الضربه القويه سببها شغلنا الهيلثي فايبرز، الهيلثي فايبرز بيوصل مش هيلثي يعني. طب والضربه الضعيفه؟ الضربه الضعيفه بيبقى الهيلث فايبرز بس، لان الان هيلث فايبرز ما هيش تعمل ريبولاريزيشن، لسه في الريفراكتوري بيريود. تمام. سمعت حاجه اسمها فالسس بارادوكسكس؟ دي معناها ايه؟